بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحام بيت الله الحرام وفي هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 62 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس 19 من شهر شعبان سنة 45 و400 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. متابعين في مجلسنا هذا ما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية في سياق هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في أبواب العبادات وفي الصلاة على وجه الخصوص، مستكثرين أيضا في مجلسنا هذا في ليلتنا هذه في هذا المكان المبارك من صلاتنا وسلامنا على نبي الأمة وهاديها وشفيعها وأسوتها ودليلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيك تفيض المحابر شوقا وتهف النفوس حنينا إليك، تطيب الحياة بذكرك دوما ويشرح قلب يصلي عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته في السجود، وتقدم في ذلك جملة من المسائل، أهمها أنه كان يباشر بسجوده صلى الله عليه وسلم الأعضاء السبعة التي قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وتقدم أيضا أنه يسجد على الأرض كثيرا، والمراد أرض المسجد تربتها وحصباؤها، وربما سجد على الماء والطين كما كان في إحدى ليالي رمضان في صلاة الفجر وقد كانت أمارة لليلة القدر، وسجد على الخمرة أيضا وعلى الحصير. وتقدم أن الخمرة كما يقول الطبري والرازي وأرباب اللغة مصلى صغير يعمل من سعف النخل، وسمي خمرة لأنه يستر الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فهي أشبه بالسجادة الصغيرة التي لا تكاد تسع إلا جسد المصلي في صلاته، فإن كانت كبيرة سميت حصيرة. قالوا ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار. قال ابن الأثير رحمه الله وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها، فالخمرة والخمر والتخمير مأخوذ من معنى التغطية، ومنه سميت الخمر خمرا لتغطيتها العقل. وثبت أيضا أنه يسجد على الفروة المدبوغة، وفيها حديث فيه ضعف أخرجه أبو داود وبعض أصحاب السنن. والفروة ما يتخذ من اللباس من فرو الحيوانات، قال المدبوغة يعني التي أصابتها الدباغة. وتقدم أيضا في مجلسنا السابق جملة من سنن سجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك على وجه الاختصار والإيجاز تمكين الجبهة والأنف من الأرض كما أخرج أبو داود والترمذي، وأيضا تنحية اليدين عن الجانبين بحيث لو أرادت الشاة الصغيرة أن تمر من تحت يديه لمرت. وقد قال للمسيء صلاته إذا سجدت فمكن لسجودك كما أخرج أحمد وأبو داود. وقال أيضا فيما أخرج الدارقطني والطبراني لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وقد نبهنا إلى خطأ من يصلي رافعا أنفه عن الأرض في السجود، خطأ أو جهلا أو عدم علم، فإذا هذا جزء من تمكين الجبهة والأنف. وأيضا من سنن السجود وضع اليدين حذو المنكبين والأذنين كما أخرج أبو داود أيضا والنسائي، وفي صحيح مسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. من سنن السجود أيضا الاعتدال،
وتقدم أن معناه عدم الانقباض بحيث تلتصق البطن بالفخذين وعدم التمدد والمبالغة في الانبساط إلى أن يمد سائر جسده على هيئة السجود. ومن سنن السجود أيضا استقبال القبلة بأطراف أصابع رجليه إذا سجد، والمراد ثني أصابع الرجلين حتى تستقبل القبلة. ومن سنن السجود أيضا بسط الكفين والأصابع، فإذا وضعت يديك في سجودك بسطت كفيك وأصابعك، فلا تقبضها ولا تضمها، بل هي مبسوطة يجعلها بين المستقبلة القبلة، لا يفرج بينها ولا يقبضها. وقد سأل سائل عقب درس ليلة الجمعة الماضية: هل من سنن السجود رص العقبين؟ والمراد أثناء السجود هل تلتصق القدمان أثناء الصلاة في السجود؟ ثبت في ذلك حديث أخرجه ابن حزيمة والحاكم قال: ويرص عقبيه. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: تفقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قالت: فوجدته ساجدا راصا عقبيه. فرص العقبين أن تكون القدمان ملتصقتان أثناء السجود، إلا أن جمهور الفقهاء على خلاف ذلك، وهو أنه في سجوده يجعل قدميه منفرجتين أسوة بتفرج ركبتيه في السجود وفخذيه، فإن امتداد الرجل من القدم والفخذ والركبة شيء واحد، فكما أن ركبتيك غير ملتصقتين وفخذاك غير ملتصقتين، فكذلك تكون القدمان غير ملتصقتين. ومنه من ضعف الحديث أو حكم عليه بشذوذ ما جاء فيه لخلافه ما جاء في جملة الأحاديث التي وصفت هيئة سجوده صلى الله عليه وسلم. وفي الجملة ففي رص العقبين لأهل العلم قولان مضت الإشارة إليهما. أما مجلسنا الليلة يا كرام فيستمر فيه الحديث في أدعية السجود. ماذا تقول حفظك الله إذا سجدت بين يدي الله؟ بل ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده إذا سجد؟ نتعلم ذلك، نقتبس منه هديا، نجعله في صلاتنا في سجودنا، ثم نعلمه من حولنا من أولادنا وطلابنا، لتفشو السنة وتنتشر ويشيع الخير فتعم البركة إذا انتشرت السنة في أمة المصلين على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وكان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به، وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أين كان يقول هذه الأذكار؟ في سجوده صلى الله عليه وسلم. فدعونا نستذكر ما تقدم الحديث عنه ليلة الجمعة الماضية حول عبادة السجود وركن السجود في الصلاة. أيها المصلون، نحن إذا صلينا ووقفنا بين يدي الله، استقبلنا القبلة، جئنا متطهرين محافظين على الصلاة في وقتها، استوفينا شروطها، وجئنا نستوفي أركانها وواجباتها، ووقفنا بأدب وخشوع وخضوع وذل وحضور قلب بين يدي الله في أعظم عبادة بعد التوحيد أمرنا بها الله، هي الصلاة، أعظم أركان الإسلام وأجلها ورأس مال المسلم إذا لقي الله غدا، فإن صلحت صلاته صلح عمله، وإلا فالله المستعان. سجودنا في الصلاة يا كرام هو قلب الصلاة، هو ثمرتها، فأنت بين قيام وركوع ورفع وسجود، فأنت تقرأ القرآن وتحمد الله وتسبحه وتنزهه وتعظمه وتحني صلبك، ثم تضع جبهتك في الأرض ساجدا لله. تقدم أن السجود وإن كان ركنا من أركان الصلاة تتحقق فيه كل معاني الصلاة من الذل والخضوع والانكسار والإخبات، إلا أن هذه المعاني في الصلاة آكد ما تكون في ركن السجود، ولكأن أركان الصلاة السابقة على السجود مقدمة للسجود وتهيئة له. فإذا سجد وانحط من أعلى إلى أسفل،
أصبح في أقرب نقطة بينه وبين ربه، وقد هوى إلى الأرض ساجدا يسأل الله ويحمده ويدعوه. فإذا ذكرت ذلك واستشعرته، علمت أن ما تقوله في سجودك ينبغي أن يكون حاضرا بقلبك قبل لسانك. عبد الله، لا تنسى أنك إذا اقتربت إلى الله سجدت بين يديه. لا تنسى أن السجود وحده من أركان الصلاة الذي يستقل عبادة منفردة. لا يستقل القيام عبادة، ولا الركوع عبادة مستقلة، ولا الجلوس ولا الاعتدال، لكن السجود يستقل عبادة. فنسجد سجود تلاوة، ونسجد سجود شكر. ولقد ذكر الله السجود في مقام العبادة له سبحانه، أو ما قال جل جلاله: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهدهد سليمان عليه السلام، ما الذي أنكره على قوم بلقيس؟ قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وإذا ذكر الله عز وجل خضوع الخلائق وذلها وعبوديتها لله، ذكر ذلك بوصف السجود وعبارة السجود: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال سبحانه: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. في آيات كثيرة يذكر الله جل جلاله أن خضوع الخلائق يظهر بالسجود بين يديه تعالى. لتدركوا عباد الله أن سجودنا في الصلاة أشبه ما يكون بثمرة الصلاة بقلبها النابض، فلنعطي هذا الركن حقه. وسيأتينا عقب قليل فصل يذكر فيه المصنف المفاضلة بين ركن القيام وركن السجود، أيهما أفضل. إلى هذا الحد، القيام الذي يقرأ فيه القرآن ويتلى فيه كلام الله أصبح في المفاضلة بينه وبين السجود بين يدي الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرج أحمد بسند صحيح وبعضه عند الترمذي، يقول: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت حصيرة فيها خيل دهم بهم، يعني فيها ألوان تميزها، وفيها فرس أغر محجل، فيها مجموعة خيول ألوانها داكنة، لكن منها خيل أو فرس أغر محجل، يعني في قوائمه بياض وفي جبهته بياض، أما كنت تعرفه ومنها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا أراد الله رحمة، إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار. الكلام على أهل التوحيد العصاة والفساق وأرباب الكبائر، ممن يدخل النار قبل دخوله الجنة. قال: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم. قال: ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار. قال: فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. هذا السجود الذي هو بهذه المثابة وهذه المكانة العظيمة عند الله عز وجل حري بنا إذا وضعنا جباهنا سجدا لله تبارك وتعالى في صلاتنا وقيامنا بين يدي الله، أن ننطق بقلوبنا قبل ألسنتنا هذه الأذكار المأثورة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الواجب منها فالتسبيح. قال عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: جعلوها في ركوعكم. وقيل مثل ذلك في قوله: سبح اسم ربك الأعلى. فثبت كما في صحيح مسلم أنه يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وثبت أيضا عند أبي داود: سبحان ربي الأعلى وبحمده. فيضيف إلى التسبيح تحميدا. وتأملوا في التسبيح يا كرام، الذكر المشروع في الركوع وفي السجود على حد سواء،
إما منفردا سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، أو مقترنا بالحمد، أو مقترنا بالحمد والاستغفار، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ما هذا التسبيح؟ هذا التسبيح الذي تنطق به الخلائق كلها، أهل السماوات وأهل الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما الذي في السماء؟ كل ما خلق الله. وما الذي في الأرض؟ كل ما خلق الله. بل أصرح من ذلك وأشد تفصيلا آية الإسراء، وإن من في السماء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الجدار يسبح عبد الله، البهيمة تسبح، والعجماوات والسماوات والحشرات والأسماك والحيتان والطيور وسائر ما خلق الله تسبح بحمد الله عز وجل. فنحن في ركوعنا وسجودنا جزء من خلق الله الناطق بتسبيح الله عز وجل. ما تسبيحنا لله؟ تنزيهه سبحانه. يا رجل يا عبد الله، إذا كانت الجمادات والعجماوات والبهوام والبهائم تسبح الله وتنزهه عن كل ما لا يليق به، فكيف بابن آدم المخلوق المكرم ذي العقل ذي التمييز ذي البصيرة؟ فكيف بالمؤمن الموحد الذي أضاء قلبه بنور الإيمان وعرف الله؟ هو أحرى أن يكون في تسبيحه مدركا معنى تسبيحه لله، فيقول وهو معفر وجهه في التراب سبحان ربي الأعلى. قال أهل العلم إنما جيء بوصف الأعلى في السجود تحديدا لأن العبد في أدنى ما يكون دنوا وخضوعا وسفلا، فلما وضع جبهته في الأرض قال سبحان ربي الأعلى، فسبح الله بعلوه. وقد قال الله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، فنسبح الله الأعلى، والله عز وجل علي كما في سورة البقرة وهو العلي العظيم، فمن أسمائه العلي ومن صفاته العلو. أما الأعلى فالذي لا يعلوه شيء سبحانه، أعلى من كل خلقه قاطبة، فأنت تسبح الله وتنزهه ثم تقرن هذا التسبيح بالحمد وسبحان الله. ما اجتمع التسبيح بحمد الله إلا كان في أجل الأذكار التي ينطق بها لسان ابن آدم، أو ما سمعت قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، والأهم من ذلك حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده. فإذا اقترن تسبيح الله بحمد الله جمع العبد بين أعظم الأذكار التي يحبها الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام وسبحان الله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فأنت كم تقول في سجودك وفي ركوعك مسبحا ربك قارنا ذلك بالحمد سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو سبحان ربي العظيم وبحمده. فإذا سبحت أدركت وقلبك نابض بالتسبيح أنك جزء، أنك ذرة في هباء من خلق الله العظيم الناطق بتسبيحه، فتعود مستشعرا معنى تسبيحك في فلك المخلوقات المسبحة لله فتقول سبوح قدوس. وتقدم في فصل الركوع هناك أنهما صيغتا مبالغة، أن الله عز وجل كثير من يسبحه، كثير من يقدسه، نعم ولا أكثر منه سبحانه، فكل خلقه يسبح بحمده، فيزداد في قلبك تعظيم ربك وإجلاله، وهي أحد المعاني المراد تحصيلها في ركوعنا وسجودنا معاشر العباد. مر بكم سابقا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقولها رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا كان يكثر أن يقول في ركوعها وسجودها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لماذا ارتبط هذا بسورة النصر؟ لأن الله قال له فسبح بحمد ربك واستغفره، فانظر كيف اجتمعت الثلاثة، فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن، يمتثل أمر الله،
قال فسبح بحمد ربك واستغفر، فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يا كرام، ألسنا نقول السجود موضع دعاء؟ وفي السجود يبحث العبد عن العبارات والدعوات التي يرفعها طالبا من الله إجابتها، راجيا تحقيقها، فتنهال عليه المطالب والحوائج والأمنيات والمسائل. فإذا سجد غلب عليه في سجوده حضور قلبه في ذكر مطالبه، وربما مر على التسبيح والحمد والاستغفار مرورا عابرا. رويدا عبد الله، هذا مفتاح دعوتك إذا أردت أن يجيبها الله، هذا هو المدخل والعتبة التي تعبر منها، فأحسن تسبيحك وحمدك واستغفارك لتنال تحقيق إطاء إجابة مطلبك ودعائك وحاجتك. وإياك وصنيع الغافلين، ممن إذا سبح الله سبح سريعا ومر عليه عابرا مرور الكرام، وربما اقتصر على أقل الواجب وأدناه مرة أو مرتين أو ثلاث، ثم أطال في عرض مطالبه وسؤاله وذكر حوائجه. نعم، ربنا كريم، والله لا يرد سائلا ولا يحرم راجيا، لكن شتان بين عبد يحسن الأدب بين يدي الله في الدعاء. قبل أن تطلب ما تحب أسمع ربك ما يحب. ماذا يحب الله عز وجل؟ يحب الله من الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا. يحب الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يحب الله أن تستغفره، يغفر لك فيعطيك. فإذا غفر الله عز وجل لك أعطاك ما تمنيت. وقد علمنا القرآن هذا الأدب في دعوة نبي الله سليمان عليه السلام: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ماذا قال؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا، قبل أن يطلب الله الملك الذي لا يؤتاه أحد سأل الله المغفرة. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أحسن الدعاء فجاء الجواب. ماذا قال الله؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. قال الله هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يعلمنا القرآن كيف نتأدب. نعم، السجود موضع دعاء، لقاء بينك وبين الله، وكما قلنا ليلة الجمعة الماضية: تهمس في أذن الأرض فيسمعك في السماء. اسأل الله ما تريد، كل شيء في حياتك، لكن قبل أن تسأله واستغرقت في المطالب وذكر الحوائج أحسن الأدب، الثناء على الله عز وجل. قلنا يا كرام مرارا: أعظم مقام في الدعاء والسؤال بين يدي الله منذ أن خلق الله الخلق وإلى أن تفنى الحياة هو موقف الشفاعة الذي تجأر فيه الخلائق وتفزع إلى الأنبياء والرسل: آدم فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم السلام، وكل قائل نفسي نفسي. وإذا برسولنا صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة والحوض يقول أنا لها، فإذا ذهب وسجد تحت العرش يقول عليه الصلاة والسلام: فأحمد ربي بمحامد علمنيها. لا يسأل الله، إنما يحمده ويستغرق في المحامد التي لا نعلم جملها ولا عباراتها، إنما قال علمنيها. فإذا علمه الله وألهمه الحمد بلغ المراد، فقيل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، تنال المطالب وتحقق الدعوات. يا كرام، إذا أحسننا الوفادة على الله والدخول عليه والتأدب بين يديه، هذه الأدعية في التسبيح والحمد والاستغفار هي مقدمات بين يدي دعائك، فاجعلها مقصدا لا مدخلا عابرا، قف عندها مليا، حرك بها قلبك ونبضه قبل لسانك. إذا قلت سبحان ربي الأعلى، أو قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو قلت سبوح قدوس رب الملائكة والروح وأنت تقولها في كل ركوع وفي كل سجود، وتقولها عقب الوتر ثلاثا، ترفع في الثالثة صوتك تمدها كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه التسبيحات التي ثبتت كما سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
وكان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به، وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. كل ذلك جله في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في الصحيح، وبعضه أيضا عند البخاري. وكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذه الجملة أيها المسلمون من الدعاء التي طالما طرقت مسامعنا ويغلب علينا أن نسمعها في قنوت الوتر خلف الأئمة ليالي رمضان ونحن على أعتابه، بلغنا الله وإياكم الشهر الفضيل في صحة وعافية وحسن إيمان. هذا الدعاء عجيب وجمله عظيمة والله، فيها يجتمع أعظم ركنين تتحقق بهما المطالب في الدعاء: تعظيم الخالق جل جلاله وهضم المخلوق واحتقاره لنفسه. فإذا عظم العبد ربه وحقر ذاته ونفسه كان في أرقى مراتب العبودية لله. في هذا الدعاء يستعيذ بالله من ثلاث بثلاث: يستعيذ بالله من سخطه ومن عقوبته ومنه سبحانه. أما الاستعاذة من سخط الله فلأن الله إذا سخط على العبد أجارنا الله جميعا أظلمت الحياة. إي والله، أي عبد سيعيش في حياته في ظل سخط الله؟ معاذ الله. إن سخط الله على العبد فلا هناء ولا سعادة ولا لذة للحياة. يا رجل، أنت إذا أغضبت والديك حاشاك، أو سخط عليك أقرب الناس إليك أهل بيتك أو والداك أو أحب الناس إليك، ضاقت نفسك وأظلمت عليك الحياة. فكيف إذا سخط عليك الخالق والمولى جل في علاه؟ ليست حياة والله، باطن الأرض خير من ظهرها. فحق المؤمن في كل حياته وهو يعرف أنه يقترف من الذنوب والخطايا والجرأة بين يدي الله على حدوده، ما يعرف من نفسه أنه يأتي من أبواب العقوبة والسخط، لكنه ما يزال يلتمس العفو من ربه، فيستعيذ بالله من سخطه، ويستعيذ أيضا من العقوبة. والعقوبة أخص من السخط، فإنها أثر من أثار سخط الله. فإن الله إذا عفى عن العبد وسلم من العقوبة نال السعادة والهناءة في الحياة. فانظر إلى العجب، كيف يستعيذ من هذين: من سخط الله ومن عقوبته. يستعين بالله في الاستعاذة من هذين بهذين مقابلين. ما هما؟ يستعيذ بالرضا من السخط، ويستعيذ بالمعافاة من العقوبة. فيقول يا رب أعلم أن لك رضا يسع الخلق، ورضاك إذا حل زال كل كرب، فيا رب أعوذ برضاك من سخطك. فانظر كيف استعاذ بالله من الله، وجاء إلى عقوبة الله، فقال يا رب لك عفو على خلق يشمل القاصي والداني والمفرط والصغير والكبير، أنا واحد منهم يا رب، فأستعيذ بمعافاتك أن تشملني فأسلم من عقوبتك. ثم أجمل ذلك كله في الجملة الثالثة فقال وأعوذ بك منك. ففروا إلى الله، كل شيء تخاف منه تفر منه مبتعدا عنه إلا الله. فإذا خفت منه لجأت إليه وفررت إليه، فإنه لا ينجيك من سخطه إلا هو، ولا يسلمك من عقوبته إلا هو، ولن يجرؤ أحد من خلق الله أن يدفع عنك سخطه أو عقوبته إذا حلت عياذا بالله إلا إذا سلمك الله. فيتجرد العبد في هذا الدعاء معلنا تمام فقره وذله، منخلعا من كل ما يملك، معلنا يا رب إني أعوذ بك منك. علم أنه لا شيء أعظم في الحياة سخطا وعقوبة وهما ونكدا من عقاب الله وسخطه إذا غضب، وهو الجبار وهو المنتقم وهو القوي وهو العزيز. وأدرك في المقابل أنه لا أرحم من الله بخلقه،
ولا أعظم رحمة ولا أوسع نعمة، فاستعاذ بالله من الله في هذا الدعاء النبوي من المعاني ما لو استغرق العبد في جملها لتاه عقله وأدرك أن هذه الجمل العظيمة حقها أن تنطق بالقلوب لا بالألسنة. ثم قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي وعزتك يا رب، لو استغرقت حياتي، لا سجودي، حياتي كلها محصيا وجوه الثناء عليك والحمد والشكر بما أنت أهل له، بما أكرمت وخلقت ورزقت وهديت وأنعمت وتفضلت، بما سترت وعفوت وتجاوزت، بما حلمت وسترت، بما أكرمت وهديت، بما أجبت من الدعاء، بما صرفت من البلاء، بما تحقق من المطالب، بما رزق الله، بما خلق، بما هدى. فلو جلست حياتي كلها يا رب أشكر وأثني، لا والله ما أحصي ثناء عليك، فكيف أقوم بحق الشكر والثناء؟ قال: يا رب أنت كما أثنيت على نفسي، فلا أحد من خلق الله يطيق إحصاء لشكر الله. وقد قال الله: وإذ تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مرتين في القرآن ذكر في إحداهما وصف العبد ومقامه وحاله مع نعم الله، قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال في الأخرى واصفا مقام الألوهية ووصف الجليل سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فسبحان من يعطي ويغفر ويرحم ونحن لا نحصي ثناء عليه، بل هو سبحانه كما أثنى على نفسه جل وتقدس في علاه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا أيضا من أدعية السجود التي يقولها المصلي كما أخرج مسلم في الصحيح: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. هذه جمل ما يزال فيها المصلي معترفا بعبوديته وذله وخضوعه بين يدي ربه. قال: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وإنما نص على الوجه خاصة مع أنه ساجد ببدنه أجمع وواضع عظامه السبعة أو أعظمه السبعة، لكن الوجه أشرف ما في العبد فنص عليه وصرح به. وثبت أيضا عند البزاري والحاكم من دعائه عليه الصلاة والسلام: سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. دق الذنوب وجلها، يعني صغيرها وكبيرها. دقيق الذنوب صغيرها التي قد لا يلتفت بها المرء ولا يكترث بها العبد، وجليلها عظيمها وكبيرها، سواء كان من الكبائر أو كان من الذنوب الواضحات التي لا تخفى، فإنه يسأل الله المغفرة من ذلك كله. وفي هذا من الأدب في الدعاء يا كرام ما تقدم قبل قليل في دعاء نبي الله سليمان عليه السلام: إذا أردت أن يجيب الله دعاك ويؤتيك مناك فقدم بين يدي ذلك استغفارا وإخباتا، فإن الله إذا غفر لك ورضي عنك أعطاك حتى أرضاك. فأنت تسأل الله المغفرة. وانظر أيضا في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. انظر إلى السائل وإلى المسؤول وإلى المسألة. السائل أفضل الأمة بعد نبيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسألة الدعاء في الصلاة، أراد دعاء عظيما يظفر به في صلاته. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
تعلمتها يا حبيبي؟ هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبيبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه دعاء يدعو به في صلاته، وهذا شاهد. كان يقول عليه الصلاة والسلام في أدعيته إذا سجد: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. ومثله الدعاء الآتي كذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. وأيضا عند مسلم في دعائه: أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل، وهو أيضا لون من ألوان الاستغفار. انظروا كيف كانت أدعية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فيها طلب المغفرة بتفنن من وجوه شتى وعبارات مختلفة، لنعلم أنه مهما انتقلت من دعاء إلى دعاء ومن سؤال إلى سؤال، فليكن طلب المغفرة أعلى المراتب وأجلها التي تطلبها من الله. وطلب في هذا الدعاء في كل مسألة أو جملة طرفين متقابلين: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. فإن العبد خطوء، وهو أيضا يعني صاحب الخطأ والجهالة، والله عز وجل وصف ابن آدم عموما فقال: إنه كان ظلوما جهولا. قال: وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. الهزل ضد الجد وعكسه. وقال: وخطئي وعمدي، يعني سواء كانت الذنوب والخطايا وقعت خطأ أو عمدا. قال: وكل ذلك عندي. إقرار واعتراف: أنا يا عبد، أنا يا رب عبدك الذي يعترف بذنبه وخطيئته. ثم انظروا كيف يأتي هذا الاعتراف في وضع السجود وبين يدي الله عز وجل، عندما يلتمس القرب من الله معترفا بين يديه، ينال أو يرجو أن ينال الرحمة والمغفرة، فلا يرفع رأسه إلا وقد غفر الله له ما سأل. قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخر. هكذا على التقابل، يعني ما تقدم من ذنوبه وما تأخر، قديمها وجديدها، وما أسررت وما أعلنت، ما كان سرا، ما كان بينه وبين نفسه، ما أخفاه عن أعين الخلق ومن فرد به وحده، أو كان علاني وقع منه. وكل ذلك يعترف به العبد سائلا ربه عز وجل أن يغفر له ذلك كله. كم سجدة لك في صلاتك كل يوم عبد الله؟ هي 17 ركعة في صلاتك في الفريضة إن لم تصلي غيرها. فإذا كان لك في كل ركعة سجدتان، فهذه 34 سجدة، أقل ما تفعله كل يوم وليلة بين يدي الله. وتزداد إذا ازددت من النوافل والسنن والمستحبات وقيام الليل والتطوع والوتر. فإذا كان لك في كل يوم وليلة 34 سجدة بين يدي الله، وفي كل سجدة قلت: يا رب عبدك المذنب فاغفر له، بالله عليك أتبيت ليلتك والله عز وجل لم يغفر لك؟ لا والله. لكن أين العباد المبصرون لهذه المعاني، الحريصون على طلب المغفرة وسؤال الله؟ خصوصا وأننا معشر العباد نعترف بتقصيرنا، ونعرف أننا نذنب ليل نهار، وأننا نخطئ، وأننا مهما عفى الله وتجاوز وغفر ما زلنا نخطئ، وما زلنا نذنب، وما زلنا نقع في التقصير لأننا بشر. فكلما أخطأنا وأذنبنا وتجاوزنا عدنا إلى ربنا فاستغفرنا. فانظروا كيف تنوعت أدعيته صلى الله عليه وسلم، وكلها في سؤال المغفرة من الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو واجعلني نورا.
هذا أيضا من أدعيته عليه الصلاة والسلام، كما أخرج مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي بعض ألفاظ الحديث وفي آخره: وأعظم لي نورا، سأل الله النور المحيط به من كل جهة، قال: في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ثم سأل الله من كل الجهات، قال: عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، ومع ذلك قال: واجعل لي، أو قال: واجعلني نورا، وأعظم لي نورا. يسأل الله نورا يحيط به من كل جهة، فإن الله إذا رزق العبد ذلك النور سلم من الظلمات. أي ظلمات؟ الظلمات كلها، وهي في الجملة ثلاث مراتب: أعظمها ظلمة الجاهلية والشرك بالله والعياذ بالله، ثم يكون بعدها ظلمة البعد عن الدين والإعراض عن الشريعة والغرق في المعاصي والموبقات والكبائر، فإنها أيضا ظلمات يغرق فيها العبد فيطمس القلب ويحجب عنه النور، وبينهما أيضا ظلمة البدع والمحدثات والاستدراك على دين الله عز وجل بما لم ينزل به سلطانا. فسواء كانت المعاصي أو البدع والمحدثات أو الكفر والإشراك بالله، كلها ظلمات وبعضها أشد من بعض، فإن العبد إذا رزق النور تبددت الظلمات، وأحوج ما يكون العبد في مسيره إلى الله وطريقه في الحياة إلى الله عز وجل أن يرزق نورا، فتنكشف له المواقف وتزول عنه الشبهات، نور يدرك به موضع الخطى فلا تزل به القدم، نور يميز به الصواب من الخطأ، نور يعرف به الحق من الباطل والخير من الشر، في أخص ما يكون في أزمنة الفتن في آخر الزمان، حيث تموج الفتن بأهل الدنيا، وحيث يضطرب أهل الإسلام فلا يدرون أين الحق من الباطل، أين الخير من الشر، أين الهدى من الضلالة، أين الصواب من الخطأ، فتزل أقدام بعد ثبوتها، وتفيء أقوام، ويرجع آخرون، وينتكس قوم، ويثبت آخرون، فتعم الفوضى، ويحصل الهرج والمرج. فلا أحوج للعبد والله في تلك المواقف من نور يلهمه الله عز وجل إياه. هذا النور من الله، لأن الله نور السماوات والأرض، وإنما يقتبس العبد من نور ربه ما يثبت به قدميه وقلبه وبصيرته وإيمانه على الحق والهدى. والله كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان يصبح فيه العبد مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا عياذا بالله. هل من فتن أشد من تلك الحال؟ وهل من ظلمات تتخطف القلوب أشد من ذلك الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما النجاة؟ ما السلامة؟ نور يعطيه الله عز وجل من العباد، نور يؤتيه بالوحي، بنور الشريعة، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نور بمعرفة الحق من الباطل. وهذا الدعاء من الأبواب والمفاتيح التي يرزق بها العباد النور الذي تبدد به الظلمات. رزقنا الله وإياكم النور، وسلمنا وإياكم من مزالق الفتن ومهاويها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، وقال: إنه قمن أن يستجاب لكم. طيب، هذا من سننه وهديه عليه الصلاة والسلام في السجود. ما هو؟ أمره بالاجتهاد في الدعاء، قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، قال: فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله عز وجل لكم دعواتكم في السجود. نعم. قال: وهل هذا أمر بأن يكثر من الدعاء في السجود، أو أمر بأن الداعي إذا دعا في محل فليكن في السجود، وفرق بين الأمرين؟ ما الفرق؟ يعني لما قال عليه الصلاة والسلام: فأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، وقال كما في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فيه. طيب، أمره بالإكثار من الدعاء في السجود، هل هو بمعنى أنك يا عبد الله إذا أردت الدعاء ولك حاجة ومسألة فاجعلها في سجودك، أو المراد كلما سجدت فأكثر من الدعاء؟ قال: فرق بين الأمرين،
والحديث محتمل لكليهما. قال: فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. له معنيان، إما أن تقول معناه كلما سجدت فأكثر من الدعاء، وعندئذ يدرك المستعجلون في سجودهم المقتصرون على التسبيح مرتين أو ثلاثا أو خمسا ثم يرفعون سريعا أنهم فوتوا على أنفسهم حظا كبيرا من هذه السنة العظيمة، وحرموا أنفسهم أيضا من خير كثير. قال: فقمن أن يستجاب لكم. فهذا أحد المعنيين، أكثر من دعائك كلما سجدت في الصلاة. والمعنى الثاني ليس هذا، إذا كانت لك حاجة واشتد بك أمر وأردت أن تدعو الله، بدلا من أن ترفع يديك وتسأله وتدعوه، والله يستجيب لك في كل حال ولو كنت على فراشك. لكن التوجيه النبوي هنا إلى الأكمل والأفضل والأعظم والأقرب إلى إجابة الدعاء، اجعل ذلك في سجودك. قال رحمه الله: هل هذا أمر بأن يكثر من الدعاء في السجود، أو أمر بأن الداعي إذا دعا في محل فليكن في السجود؟ قال: وفرق بين الأمرين، والحديث محتمل لكليهما، وإن كان ظاهر السياق على الأول بمعنى أكثر من الدعاء في السجود، فإنها من مواطن الإجابة التي يحب الله تعالى فيها أن يسمع دعاء الساجدين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن الدعاء نوعان. أي حديث؟ أكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال: وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن الدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء الثناء يا كرام دعاء العبادة، تمجيد الله، حمد الله، الثناء على الله، التوسل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يعني أنت لما تقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ماذا طلبت؟ ماذا طلبت؟ أنت ما طلبت شيئا. هل نقول أنت الآن تدعو؟ نعم، هذا دعاء، هذا دعاء الثناء، أو ما يسميه بعض العلماء دعاء العبادة. دعاء العبادة ثناء على الله، حمد لله، توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا أحد نوعي الدعاء. والنوع الثاني دعاء المسألة، أن تسأل وتطلب: اللهم إني أسألك كذا وأطلبك كذا. وهذا في أدعيته عليه الصلاة والسلام تجد هذين النوعين من الدعاء. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، هل يقصد دعاء الثناء أو دعاء الطلب والمسألة؟ قال: فقمن أن يستجاب لكم. الذي يستجاب دعاء الثناء أو دعاء الطلب والمسألة؟ كلاهما. أما دعاء المسألة والطلب فيستجاب بأن يجيب الله للعبد ما طلب. طيب، ودعاء الثناء كيف إجابته؟ أن يثيبك الله عز وجل بما أثنيت به عليه. قال: وأحسن ما يحمل عليه الحديث. نعم، قال: وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن الدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده من النوعين، والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين. والاستجابة أيضا نوعان، استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤله، واستجابة دعاء المثني بالثواب. وبكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والصحيح أنه يعم النوعين. نعم، أما دعاء الطلب والسؤال فإجابة الله كما قال في جملة من النصوص، منها: إن الله يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما خائبتين أو قال صفرا. فهذه إجابة الدعاء والمسألة. أما إجابة الدعاء، دعاء الثناء، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، كما أخرج الإمام أحمد في المسند. فهذا أيضا من إجابة الله عز وجل، إثابته لعبده إذا ذكره. قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني.
والله قال فاذكروني أذكركم، وقال في الحديث القدسي فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا من إثابة الله عز وجل ومن إجابة الله عز وجل لدعاء الثناء. هذا الفصل الآتي ذكره في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، فيه مفاضلة لطيفة في هذه الصلاة العظيمة، أركان شتى، فيها القيام، فيها الركوع، فيها الرفع، فيها السجود، فيها قراءة القرآن، فيها الحمد لله، فيها التسبيح، فيها التعظيم، فيها الدعاء والطلب والسؤال. أي هذين الركنين أعظم وأفضل في الصلاة؟ ركن القيام الذي يقرأ فيه كلام الله، أم ركن السجود الذي يقترب فيه من الله؟ هذان الركنان اللذان أثنى به بالله عز وجل على العباد الذين زكاهم في كتابه وعباد الرحمن، قال في جملة أوصافهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أما كانوا يصلون صلاة بركوع وسجود وقيام واعتدال؟ لما خص السجود والقيام؟ لأنهما أجل أركان الصلاة. هذا الفصل للمفاضلة، أي الركنين أعظم وأفضل وأجل؟ قال رحمه الله فرجح الطائفة للقيام لوجوه ذكرها، ثم قال وقال الطائفة كثرة السجود أفضل، وقال الطائفة إلى آخره ما سنأتي عليه في ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. أيها الكرام، هذه الليلة هي ليلة الجمعة، وغدا يومها، ويوم الجمعة سيد الأيام، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنام، وللصلاة عليه في هذا اليوم وليلته مزية على بقية الأيام. قال الإمام الشافعي رحمه الله وأحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا. املأ مساءك بالصلاة على الرسول، وكذا نهارك في غد حتى الأفول، فبها يصلي الله جل جلاله عشرا عليك بكل واحدة تقول. فاللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم، واجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا رمضان بفضلك ومنتك يا ذا الجلال والإكرام، وأعنا فيه على الصيام والقيام وصالح العمل الذي يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.